الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، وحي الله هذا المؤتمر الذي ينعقد على أرض غزة، أرض فلسطين المباركة، متناولاً أحد أعمدة قضيتنا الفلسطينية، قضية اللاجئين. واسمحوا لنا في البداية أن نطير باسمكم جميعاً وباسم شعبنا الفلسطيني تحية الفخر والاعتزاز لشهيدنا شهيد الحركة الأسيرة البطل بسام السائح، الذي ارتقى قبل قليل من مرقده في ظلمة السجن والسجان، شاهداً على هذه الطغمة الحاكمة المتسلطة وهذا الاحتلال الإرهابي البغيض الذي لا يقيم وزناً للإنسان ولا لأبسط حقوق والأعراف والمواثيق. الشهيد البطل بسام السائح ابن نابلس، أحد المجاهدين الذين انخرطوا في مشروع المقاومة والجهاد، الذين سجلوا صفحة مضيئة من صفحات وصمود هذا الشعب، ودخل السجن وعانى من المرض، خاض معركة الكرامة، ولكن العدو هو العدو، قاتل مجرم لا يرعوي. فصعدت روحه الطاهرة إلى بارئها، وإننا من هذا المؤتمر إذ نحيي شهيدنا ونعزي أنفسنا وذوي الشهيد وأهلنا وأبناء شعبنا الفلسطيني، نحمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي تضاف إلى جرائمه وإلى سجله الأسود. ويوماً من الأيام لن يدفع هذا المحتل ثمن هذه الجريمة أو هذه الجرائم، بل سيكون وجوده على أرض فلسطين غير شرعي، سيزول هذا الاحتلال وسيقدم شعبنا الفلسطيني فاتورة الحساب لهذا العدو طرداً ودحراً وإخراجاً وتحريراً لأسرانا وأسيراتنا ومصرى رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، إن قضية اللاجئين وهذا المؤتمر يحمل رسائل عدة. الأولى أن قضية اللاجئين هي الشاهد التاريخي على نكبة الشعب الفلسطيني، الشاهد التاريخي على تهجير شعبنا ولجوئه في المنافي والشتات،
هي القضية التي تمثل أحد أعمدة قضيتنا فلسطين، وهي أيضاً الشاهد التاريخي على صمود ومقاومة وثبات هذا الشعب. فرغم مرور أكثر من 70 عام على احتلال فلسطين وعلى تهجير شعبنا، إلا أن قضية اللاجئين قضية ثابتة وراسخة ومدللة على صمود شعبنا وتمسكه بحق العودة وتمسكه بالمقاومة وتمسكه بأرض فلسطين وبالعودة إلى كل أرض فلسطين المباركة. إذن قضية اللاجئين هي الشاهد التاريخي على تهجير شعبنا ومعاناته واغتصاب أرضه، وهي الشاهد التاريخي على ديمومة وبقاء هذا الشعب وصموده وثباته ومقاومته، وهي الدليل القطعي على إرادة التحدي والبقاء وعدم الذوبان، سواء أولئك الذين يعيشون داخل الوطن أو في خارج الوطن في مخيمات اللجوء والشتات أو في الجاليات البعيدة عن أرض فلسطين. من هنا أيها الإخوة والأخوات، إن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة، سيما أن قضية اللاجئين تتعرض للمؤامرة الأخطر منذ اللجوء الأول والهجرة الأولى، سيما أن صفقة القرن هي ترتكز على 3 عناصر: استهداف قضية اللاجئين، واستهداف القدس، والسيطرة على الضفة الغربية وغول الاستيطان الذي يبتلع الأرض وينهي أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية حتى في حدود عام 67. ونحن نرى أن الإدارة الأمريكية اليوم تنفذ خطة متدرجة لتصفية قضية اللاجئين، بدءاً من تصفية وكالة الغوث ووقف المساعدات المخصصة من الأمريكان والتضييق على الدول التي تقدم المساعدات للأونروا، وإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني وتحديد الأعداد بعشرات الآلاف بدلاً من الملايين التي يعيشون في داخل فلسطين وفي خارج أرض فلسطين المباركة. ومن هنا أيها الإخوة والأخوات، إننا اليوم أمام تحدٍ كبير يتعلق بهذه القضية وبهذا الملف، وإننا اليوم أكثر من أي وقت مضى مطالبين بوضع الرؤية والخطة الاستراتيجية وطنياً للتصدي لهذه الصفقة المشؤومة المترنحة، نعم، ولكنها تنفذ بشكل أو بآخر ضد القدس وضد اللاجئين وضد الأرض وضد الإنسان. من هنا فإننا ندعو من هذا المؤتمر إلى بناء استراتيجية وطنية فلسطينية تقوم على المحددات التالية:
الأول هو تعريف المرحلة التي نمر بها، إنها مرحلة تحرر من الاحتلال، ليست مرحلة مفاوضات ولا اعتراف ولا سلام مع هذا العدو. إن شعبنا الفلسطيني يخوض مرحلة التحرر من الاحتلال الصهيوني، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأن ذلك يحدد لنا الأولويات والوسائل والبرامج السياسية الوطنية المشتركة التي يمكن أن ننطلق منها جميعاً لتحقيق أهدافنا وأهداف شعبنا الفلسطيني. المحدد الثاني في هذه الاستراتيجية أن ترتيب وتنظيم البيت الفلسطيني يجب أن يقوم على مبدأ الشراكة والاعتراف بكل المكونات التي تتحرك فوق ساحتنا الفلسطينية. مبدأ الإقصاء والتهميش وانتزاع الشرعيات أو محاولة انتزاع الشرعيات عن فصائل وقوى وازنة لا يمكن أن يقود إلى وحدة وطنية، ولا يمكن أن يكون طريقاً نحو ترتيب البيت الفلسطيني. إن تنظيم بيتنا وترتيب ساحتنا الفلسطينية يجب أن تقوم على مبدأ الشراكة، لأن من مقتضى مراحل التحرر هو أن الجميع له وزن في مسيرة النضال والمقاومة. المحدد الثالث لهذه الاستراتيجية هي المقاومة، المقاومة بمفهومها الشامل الواسع، من المقاومة الشعبية وحتى المقاومة العسكرية والمسلحة. هذه المقاومة التي يمكن أن تندرج تحت ظلالها العملية السياسية والدبلوماسية الفلسطينية النشطة ولكنها الملتزمة بالثوابت. إذا استطعنا أن نتحرك وننطلق، بل ويجب أن ننطلق من هكذا محددات لبناء استراتيجية وطنية، سنكون قادرين على إجهاض كل المؤامرات والمخططات التي تستهدف قضية اللاجئين وقضية القدس. وهناك رابط وثيق بين قضية اللاجئين والقدس، لأن مخطط تهجير أهلنا من القدس وإخراجهم خارج المدينة المقدسة والتضييق عليهم هو جزء من مخطط يهدف إلى تذويب قضية شعبنا وإلى إنهاء قضية اللاجئين. فنحن نرى أن هناك محاولات محمومة تشجع على الهجرة من داخل فلسطين إلى خارجها ومن مخيمات اللجوء إلى بلاد أوروبا. هذا ما يجري أحياناً في لبنان، وهذا ما يقوم به العدو من الضغط على أهلنا في القدس، وهذا ما تحدثت به بعض وسائل الإعلام لتشجيع الهجرة من غزة إلى خارجها. هذا كله يندرج في إطار تصور أمريكي صهيوني لتذويب قضية اللاجئين وإنهاء قضية اللاجئين. من هنا نحن أيها الإخوة والأخوات متمسكون بحق العودة، ومتمسكون برفض التوطين والوطن البديل ورفض التهجير، وأن مستقبل الفلسطيني في وطنه، في أرضه، في قدسه، في مقدساته. ومن هنا، من قلب هذا المؤتمر،
فنحن نؤكد وقوفنا الكامل مع أهلنا في لبنان ومخيمات لبنان الذين يرفضون قرار وزير العمل اللبناني الذي يحاول أن يساوي بين الفلسطيني وغيره من الأجانب وينزع عنه الصفة السياسية للاجئ الفلسطيني. ونحيي هذه الفعاليات التي مضى عليها قرابة 8 أسابيع ومستمرة، نؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا في مخيمات لبنان وفعلنا وتضامننا الكامل، بل واستعدادنا وجهوزيتنا لإنجاح الحوار الفلسطيني اللبناني الذي سيركز على أوضاع اللاجئين في المخيمات وفي كيفية توفير الحياة الكريمة للاجئين في مخيمات لبنان إلى حين العودة إلى أرض فلسطين، كما أننا نطالب بضرورة إعادة بناء وتأهيل وإعمار مخيم اليرموك في سوريا وعودة أبناء شعبنا إلى مخيمهم الذي تم تدميره في ظلال الأزمة السورية الداخلية. فمخيم اليرموك كان يعتبر عاصمة اللجوء الفلسطيني، ومئات الآلاف من أبناء شعبنا كانوا يقطنون هذا المخيم، اليوم لا يزيد على 20 أو 30 ألف، من أصل 450 ألف كانوا يسكنون في مخيم اليرموك. لذلك نحن نطالب كل من يعنيه الأمر بإعادة بناء هذا المخيم وعودة أبناء شعبنا المهجرين الذين تركوا مخيمهم تحت وطأة الأزمة السورية إلى العودة ليعيشوا في مخيم اليرموك إلى حين أن يعودوا إلى أرض فلسطين المباركة. كما أننا نطالب برفع القبضة والضغط عن أبناء شعبنا الفلسطيني في العديد من الدول، حيث يعاني البعض من حرمانه من الجواز أو الوثيقة أو حرية السفر أو حرية التعليم، وذلك بمقتضى مقررات الجامعة العربية التي نصت بوضوح على الحقوق المكفولة لأبناء الشعب الفلسطيني في الدول المضيفة إلى حين العودة إلى أرض فلسطين المباركة. من هنا أيضاً نطالب بالتوقف عن سياسة تصفية الأونروا، لأن استمرار دعم الأونروا يعني إرادة المجتمع الدولي السياسية بتقديم المساعدات للاجئين وتوفير الحياة الكريمة لهم وضمان حق العودة والتعويض إلى أرض فلسطين المباركة. ونحن من جانبنا على الأقل في حدود المسؤولية الرسمية في غزة من قبل الأجهزة أو الوزارات ذات الاختصاص في تعاون كامل مع الأونروا وفي توفير مظلة الأمن والأمان لهم والقيام بواجبهم على أكمل وجه، والمطالبة بضرورة توفير مقومات الحياة والمساعدات اللازمة حتى تستطيع الأونروا أن تقوم بالتزاماتها في الأماكن والمواطن الخمسة التي يتجمع فيها اللاجئون الفلسطينيون داخل فلسطين وفي خارج أرض فلسطين المباركة. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أنا لا أعتقد بأن هذا المؤتمر
هدفه تسجيل الموقف السياسي وفقط، وليس إضافة رقمية لعدد المؤتمرات التي عقدت على هذا الطريق، بل أقول بأن رسالته يجب أن تكون ممهورة بالفعل، وأن التوصيات والمقررات لهذا المؤتمر يجب أن تكون محل الاحتضان الوطني من إخواننا بالفصائل، من إخواننا في المجلس التشريعي، من الوجهاء، من الأعيان، من المخاتير، من دول صديقة وحليفة تشكل حاضنة وتشكل دعماً ومظلة لهذا المؤتمر ولمقرراته. وفي الختام لا يسعني إلا أن أوجه التحية، كل التحية، للإخوة الكرام الذين نظموا هذا المؤتمر والذين شاركوا فيه من الإخوة والأخوات، ومن الذين تفاعلوا معه في الداخل وفي الخارج. ونؤكد لكل أبناء شعبنا الفلسطيني لا تنازل عن ذرة من أرض فلسطين، لا اعتراف بإسرائيل، لا تنازل عن القدس، ونعم لحق العودة إلى كل أرض فلسطين المباركة من النهر إلى البحر. هذه أرضنا ووطننا وقدسنا وأقصانا، وإليها عائدون وإليها راجعون، لأن قضية اللاجئين هي قصة حياة وقصة انتصار وقصة بقاء وقصة دحر لهذا المحتل عن أرضنا وعن مقدساتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إحنا إن شاء الله سنردد معاً قسم العودة، وقوفاً طبعاً رجالاً ونساءً. أقسم بالله العظيم، نقسم بالله العظيم، نقسم بالله العظيم أن نبقى الأوفياء لديننا ووطننا ومقدساتنا، وأن نحافظ على حقنا بالعودة إلى جميع مدننا وقرانا، وأن نعمل جاهدين لتحقيق هذا الهدف، وألا نسمح لأي كان بالتفريط بحقنا أو التنازل عنه أو حتى التفاوض عليه. ونعاهد الله ثم شعبنا وأمتنا على ذلك ما حيينا، والله خير الشاهدين. المؤتمر الشعبي لمواجهة صفقة القرن والحفاظ على حق العودة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.